بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندما زرت هذه البلاد الطيبة المباركة تونسيا، أسأل الله أن يحفظها من كل سوء، مما امتن الله به علي زيارة هذا المعهد العالي الذي أسأل الله أن ينزل مثوبة للقائمين على أمره. وقد وقفت على مجهودات كبيرة ضخمة يقوم بها هؤلاء الإخوة، وفي الحقيقة هم أهل لأن يمد الإنسان لهم يد العون إعمالا لقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهم على ثغرة عظيمة. أسأل الله أن يحسن إليهم وأن يوفقهم وأن يسددهم وأن يحفظهم من كل سوء، صلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.